خرفان في اي بي ها 13 ونص. الخروف وكاين حتى اللي لهنا يدير 90 كيلو، الضعيف فيهم يدير 70 كيلو، كي تزد وتحسب سومة الحم تاع الجزار 185 190 الف، الحم ما زاد ما نقص، وبالبري تاع الحم اللي تباع عند الجزار. السلام عليكم. مام اليوم كاين مفيد كبير. السوق هابط. هابط السوق. هابط السوق. لا يعني الأسباب الأسباب نص من الناس اللي عايدوا ولا يشريوا البقري ويقسموا في بعضهم العائلات الكبار. ونص راهو يشري من برا، والفئة اللي تدخل السوق راهي ضعيفة ناقصة مدخول. تسمى باكي يشري خرف. سلعة تاعها معينة. صحيت. السلعة الخشينة هذه عندها ماليها. خدموها غير ماليها، من غير ماليها واحد ما يديها. ماليها سنة نقصوا. داروا للبقري. يشري خروف ب 15 مليون، يشري ريخه ب 30 مليون ويقسمها هو وخوه، خير من يشري بزوجه ب 30 مليون. ريخه طوناج والبري طايح. السلعه هذه باش يعني توجدوها كيما هكذا مش سهله. يا حسره مصاريف كبيره. هذا تشري لك كسب 7 ملايين 8 ملايين ويقعد عام يعافر. ويلك حتى ال 11 مليون 12 مليون. وفيها ديشي، فيها خروف يتكسر، فيها خروف اللي يضيع، فيها حتى اللي يموت. كي تولي طلع عليها تلحق ال 12 مليون 12 ونص، واحد يجي يعاود لهنا كيما راك تشوفينا ب 13 ونص، احنا قلنا 14 ونص، ب 13 ونص نبيعوا. ب 13 ونص يخير اللي يخير نبيعوا له. متر ونص طول ها بديها من هنا وروح لهنا. كيفاش سميتونا الخروف هذا؟ في اي بي، سلعة ولاد جلال هذه. كيما هذا يدير قنطار. ب 13 ونص الحم تاعو رخيص، كاينين خاوته ناقصين انا قلت لك بسومة الحم. ب 13 مليون و500 طايح ب 135 الف. ايه مليح. ايه ايه تشري 100 كيما تشري 100 كيما هذه تشريها رقيقه تشريها ب 4 ملايين من عمل ولد قداه تاكل؟ يا تاكل 6 ملايين وتضيع منها 10 بقداه؟ يا هو المال يسمى ولا هكذا يسمى ولا خاسر؟ ايه في المفيد بركه في المفيد تبيع بحقها بركه واحد اللي عنده 10 ملايين حاول شريتي 20 وتاع 5 ملايين شريتي 10 ملايين ما تصلحش يشري بخمسه وتاع 6 يشري بسته وتاع 7 يشري بسته كاين السعر اللي تحوس عليها كاينه والناس تعبه والناس معافره والناس صارفه والناس فيها قد نطري شويه السوق راه مرخوف الشاري الله يحسن عونه والبيع الله يحسن عونه الناس خاسره وتعبه وهاك تشوف وربي يرزقنا ان شاء الله والله لا تحرموا منه ان شاء الله ربي يفرح الامه في العيد هذا ان شاء الله هذا ما نقوله وشحال عطاوك في الكباش هذا بابا؟ عطاونا في الفرادي 14 غير 200 14 غير 200 غير 200 في الفرادي في الفرادي ايوا وراي سومتهم وراي رايحه وراه سومتهم 15 بربي ان شاء الله على السوق تاع اليوم السوق اللي فات بعناه باكثر سما اليوم راه هابط شويه السوق اللي تاع اليوم ب 15 علاه يعني السوق هبط اليوم شويه جات شويه الحيه هكذا جات الحيه شويه هكذا شويه ناقص شويه البيع ناقص شويه السلعه هذه منين يعني سلعه مسيليه هذه مسيليه سلعه مسيليه واش المقارنه تاعك ما بين السوق العام اللي فات والسوق تاع زايد 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 الماكله زايده ماكلة دوبل ماكلة زايدة دوبل إيه وش يعني هكذا راهي ماهيش سالكة كنت تحسب الماكلة صح والله ماهيش سالكة هكذا دونك البيع تاعهم أنت طالب 15 15 إن شاء الله هما عطاو لك 14 عطاوني 14 غير 200 17 غير 200 إيه 14 غير 200 الله يجزاك ربي يجيب السوق إن شاء الله اللهم آمين هذو قد عمرهم هكذا قلنا سني برك سني 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 مرحلة الأولى كما نقولوا المرحلة الأولى إيه من خروف يولي سني من خروف يولي هاي أيوا آمين راهم منضاف ما همش سلعة الله يبارك لوز سلعة ربي يبارك هايلة ان شاء الله ربي يجيب السوق ان شاء الله اللهم امين اللهم امين